أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، حيث تم استعراض جهود جذب وتنشيط قطاع السياحة وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.